السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في نفس المحور اللي هو تنظيم المعطيات. طبعا قلنا هذا آخر محور في الأنشطة العددية. طبعا هذا إحصاء. إذا سنقوم بخلاصة نلخص كل ما رأيناه في هذا المحور عن طريق هذا التمرين. إذا إدماج نهائي لتنظيم المعطيات. إذا هذا التمرين راكم تلاحظوا هذا أخذته من اختبار. إذا في هذا التمرين شو هي المعطيات؟ إذا إليك نقاط فرد لثلاثين تلميذ من قسم لسنة أولى متوسط في مادة الرياضيات. إذا هذا الجدول الأول قدامكم ها تلاحظوا هذه عطاني فيه ماذا؟ عطاني فيه علامات، يعني نقاط نتاع ثلاثين تلميذ داروا فرد تحصلوا على هذه النقط، تحصلوا على هذه النقط أمامكم في هذا الجدول. المطلوب الأول أنقل ثم أكمل الجدول. عطاونا جدول آخر شطرنا فيه ها؟ جدول بسيط شطرنا فيه هذا الجدول، عطاونا العلامات ها السطر الاول عطاونا فيه العلامات، السطر الثاني عطاونا فيه مدى عدد التلاميذ. مثلا العلامه 6 شحال من تلميذ ادى 6؟ نروحو نحسبو. طبعا كما وريتكم في الحصه اللي فاتت قلنا دائما نبداو من بدايه السطر نحوسو على 6، شحال من واحد ادى 6؟ اذا عندنا 6 الاولى 2 3، إذا عندي ثلاث تلاميذ بداو ستة، هاي عمرت ثلاثة. الآن علامة 7 شحال تلميذ دا 7؟ نحل السطر الأول دائما نحركها بسبعين، إذا شحال عندي من سبعات؟ مكانش السطر الأول، عندي وحدة، عندي علامة وحدة 7، يعني غير تلميذ واحد اللي دا 7، هاني عمرت 7 واحد، ها؟ شحال واحد دا 7؟ كاين تلميذ واحد، شحال تلميذ دا 8؟ إذا نروح دائما في بداية السطر كيما هاك ها. الأولى 8 زوجة، تالتة، رابعة، إذا شحال من واحد دالي 8؟ عندي 4 تلاميذ. إذا نجي للجدول الأولي نعمر ندير 4 تلاميذ تحصلوا على العلامة 8. الآن نروحو لتسعة شحال عندي من 9؟ نفس الشيء، إذا نحوس على 9، وحدة، عندي غير واحد دالي 9، إذا نروح نعمل جدول نكتب واحد، يعني عندي تلميذ واحد حصل على علامة 9، شحال تلميذ دالي 10؟ إذا نروح نبدأ، إذا من الأول شحال عندي من 10؟ وحدة، 2، 3، لا، معناتها عندي 3 دالي 10، شحال واحد دالي 11؟ وحدة، 2، إذا عندي 2 فقط، 12. إذا 12 وحدة 2 3 4، أنا راني كاتبة 5 معناها لم أرى 12 أخرى. نعاودو طبعا حنا هاد الحساب كي نديرو نروحو إلا كان هنايا لقيت خطأ نعاود مرة ثانية. إذا عندي 12 الأولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامسة، هاي خمسة، خمس تلاميذ. الآن 13، 13 عندي وحدة، 2، 3، 4، ثانية عندي هنا نفس المشكل. إذا وحدة، 2، 3، 4، 5، ها كان الخامسة، ها هي 5 تلاميذ. إذا عندي 5 تلاميذ داو لي العلامة 13. إذا 14 شحال واحد دالي 14؟ نشوفو، إذا 6 الأولى كتشوفو ما لقيتش، نروح 6 زوج، وحدة، 2، ها هي 2. شحال تلميذ دالي 15؟ إذا وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، عندي أربعة تلاميذ داولي 15. إذا مجموع تاع التلاميذ شحال؟ كي ندير معاكم مجموع التلاميذ، إذا عندي 3 زائد 1 زائد 4 زائد 1 زائد 3 زائد 2 زائد 5 زائد 5 زائد 2 زائد 4 يساوي 30. طبعا كنولي لهذا الجدول شحال عندي هنايا؟
عندي واحد زوج سطور، عندي زوج أسطر، عندي 15 عمود، 2 في 15 يساوي 30. الا قليل نلقى هنا نلقى هنا ونتاكد وقعد غير نحسب ونعاود خصو يخرجوا لي كيف كيف. اذا اول مطلوب كان انقر ثم اكمل جدول، اكملنا جدول. المطلوب الثاني، ما هو عدد التلاميذ الذين تحصلوا على معدل 10 فاكثر؟ يعني اللي يداو 10 ما فوق 10، يعني اللي يداو معدل 10 فاكثر، يعني 10 11 12 13 14 15. مين راح نديرو نحسبو؟ نروحو ندو من اللي داو 10. اذا اللي داو 10 عندي 3 فوق 10 يعني 2، 5 5 2 4. اذا هادو كاع نروحو نجمعوهم. اذا عدد التلاميذ الذين تحصلوا على 10 فاكثر، اذا ندو 3 زائد 2 زائد 5 زائد 5 زائد 2 زائد 4، وجدنا شحال؟ 21. معناتها عندي 21 تلميذ حصلوا على علامه 10 فاكثر، يعني فوق المعدل، من المعدل ما فوق المعدل. الان المطلوب الثالث، احسب النسبه المئويه للناجحين. طبعا احنا نعتبر التلميذ ناجح لما يتحصل على 10 ما فوق، يتحصل على المعدل واكثر من المعدل. اذا كيفاش نحسب واحد النسبه المئويه؟ احنا نعرفوا بلي مجموع التلاميذ هو ماذا؟ هو 30. يعني العدد الاجمالي والعدد الكلي كاع التلاميذ شحال؟ انا عندي 30 تلميذ. هذوك 30 تلميذ النسبه المئويه تاعهم شهية هي 100%. اذا هذو 30، هذو 30 نسبه مئويه تاعهم هي 100%. الناجحين شحال كان حنايا؟ كان 21. اذا 21 نسبتهم المئويه هي ماذا؟ هي اكس. هذه اكس كي نحسبوها دائما عن طريق الرابع المتناسب اللي شفناه في الدرس الماضي. اذا كيفاش نحسبوا هذا الاكس؟ هو هذا اكس هو الرابع المتناسب. اذا معنينا نقوموا بالعمليه الثلاثيه اللي كاع تعرفوها، يعني متاكده باللي كاع تعرف هذه العمليه الثلاثيه. كي ندير نحسبوا معنينا غير 21 في 100 قسمة 30، كي نحسبوا نكملوا غادي نلقوا 70. معناتها النسبه المئويه للناجحين هي 70%. اخر سؤال قال لك مثل المعطيات هذا الجدول بمخطط اعمده. اذا مخطط اعمده اضع ماذا؟ اضع محور فواصل عمودي على محور التراتيب. طبعا على محور فواصل سامثل ماذا؟ امثل العلامات. العلامات على الفواصل عندي العلامات، على محور التراتيب عندي عدد التلاميذ. اذا نرجع لوين؟ نرجع لهذا الجدول، هذا راه ملخص، هو اللي يساعدني باش نمتن هذا المخطط الأعمدة. اذا أضع على محور التراتيب، طبعا انا شي عندي، عندي اكبر عدد في هذا عدد التلاميذ، اكبر عدد فيهم هو 5، معناتها هنا يجب ان يظهر لي 5 وما فوق. هذه 5 خصها 8، خص يكون عندي 5 واكثر من 5. ما نحبش عند ربعة ولا خصني نبين هذه 5، على خاطر هنا راه عندي 5 ياك. هنايا من المفروض ان اظهر هذه 5 واكبر من العدد اللي اكبر من 5. وعلى المحور الفواصل امثل ماذا؟ امثل العلامات. اذا اضعف علامه عندي هي 6 واحسن علامه هي 15، ما عليك نروح نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذا هنا عندي شحال؟ 10 علامات. نمثل طبعا اضع تدريج منتظم، نروح ندي مسطره نمثل هنايا باش يجي الشكل تاعي واضح ويجي شبه. اذا هنا نروح نمثل كل علامه نمثلها بنقطه. اذا عدد التلاميذ يتحصلوا على 6، هنا راح ندي دائما ماذا؟ ندي كورس، نخدم بالكورس بهذا الشكل. اذا شحال واحد دالي 6؟ ها هي شحال تلميذ دالي 6؟ داولي 3. راح ندي قاعده تاع الكورس على محور الفواصل بهذا الشكل كما هاك. اليوم راح نحسب هذا المصل العمود ونحبس لي، حبس لي عند 3. شحال تلميذ دالي علامه 6؟ عندي 3 تلاميذ. شحال من تلميذ دالي العلامه 7؟ ها هي 7. 7 طبعا تلاحظوا شحال عندي، عندي واحد فقط. ها قاعده هنا ونرسم العمود. طبعا نفس الطريقه نكمل كاع الاعداد اللي راهم عندي. شحال تلميذ دالي 8؟ راه عندي 4 تلاميذ. شحال تلميذ دالي 9؟ عندي تلميذ واحد. شحال تلميذ دالي 10؟ 10 عندي 3 تلاميذ. هاي 3 تلاحظوا، هاي هاي 3 هنايا. شحال تلميذ دالي 11؟ طبعا دائما نخدم باش نخدم بالقوس. 12 عندي 5 تلاميذ. 13 عندي 5 تلاميذ كذلك. 14 شحال عندي؟ عندي 2 فقط، 2. 15 عندي شحال؟ عندي 4 تلاميذ.
هذا هو. اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا تعلمتوا في هذا المحور تنظيم المعطيات. راكم تشوفوا شنو هي تنظيم، يعني ننظم المعلومات اللي تكون عندي. هذه المعلومات للمعطيات هي ننظمها في جدول. راكم تشوفوا هنا يعطوني جدول كبير، بصح ما على باليش انا شحال اسكو قسم ضعيف قسم متوسط قسم جيد. هنا خصني نروح نرتب هذيك المعلومات اللي راهي في هذا الجدول. هنا راني رتبت هذه المعلومات ولا هذه المعطيات في هذا الجدول، ثم ماذا؟ ثم رتبتها في ماذا؟ في هذا المخطط بالأعمدة. إذا أتمنى أن يكون الجميع قد فهم واستوعب كل ما قدمناه في هذا المحور تاع تنظيم المعطيات. ونتمنى وليداتي تكونوا تتبعوا معايا وتكونوا تخدموا معايا، ولو نصف ساعة خصوها للرياضيات باش تراجعوا معايا باش العام الجاي إن شاء الله كي تضربوا السنة الثانية تكونوا مستوعبين، لخاطر هاد المحاور كلهم غادي نتلاقوهم العام الجاي إن شاء الله. وأمنوني توحشتكم وليداتي، توحشتكم بزاف بزاف، مانيش عارفة نتوما توحشتوني ولا لا. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه جيده وعافيه، وتعرفوا تستغلوا الوقت تاعكم، تعلموا ولادي استغلوه مليح مليح يفيدكم، ساعدوا الاولياء، راجعوا دروسكم، قوموا بكاع الواجبات تاعكم، ساعدوا الامهات تاعكم في البيت. اذا ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه، والى اللقاء في المحور المقبل ان شاء الله. طبعا المحور المقبل غادي يكون المجسمات. ماذا بيا وليداتي تكون غير توجدوا لي ترسموا لي تصنعوا لي مكعبات وترسموا تصنعوا لي كذلك متوازي مستطيلات. طبعا مكعب متوازي مستطيلات كاع تعرفوهم ثاني شفتوهم في السنه الخامسه، ان شاء الله غير وجدوهم باش نقدموهم الحصه المقبله. ان شاء الله تكون عندكم فكره تكونوا تتبعوا معايا. اذا مع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.